قبل ما نبدأ الفيلم نصلي على النبي وما تبخلش عليا بلايك وكمل الفكرة للآخر، ومستني رأيكم في الكومنتات. يلا بينا نبدأ الفيلم. تعالى يلا. انت قلت لي عايز تروح فين؟ احنا قلنا نروح للدكتور. ماشي. انت شايفة ان في امل ان عيني ترجع تاني؟ ان شاء الله. والله انا مشكورك جدا ان انت واقفة جنبي و... يعني ست جدعة وست محترمة. كتر خيرك والله على اللي انت بتعمليه معايا. طيب يلا اركب اركب عشان الزحمة. ارفع رجلك كده. وطي راسك. وطي كمان. معلش ابو القرف. لا ابو العيشة. احلى حاجه انا عملتها ان انا علمتك السواقه كده. انا راكب معاكي وانا مطمن. ماشي ربنا يخليك لي يا رب. ان شاء الله تخف وتقوم بالسلام. ودينا للدكتور. ماشي. في ايه اللي حصل؟ تعبت مش قادره اكمل سواقه. يعني ايه مش قادره اكمل؟ يعني مش قادره اكمل يعني تعبت يعني شايله قرف. طيب يا حبيبتي ما تزعقيش وبالراحه. انت عارفه ان انا لو كويس وانا مش عندي الاعاقه دي انا كان زماني انا اللي عملت كل حاجه. يعني انت مش هتقدري تستحمليني كل ده ومش هقدر استحملك كل القرف اللي انا فيه ده؟ هو اللي انا فيه ده قرف ولا بيضرب بقى؟ هو عشان تعبت من السواقه؟ واحنا بنجري على دكاتره عشان ايه؟ عشان ان انا مبسوط؟ عشان ان انا فرحان في حياتي؟ بعملني لو خفيت اصلا. لازم تقفي جنبي ولازم تساعديني. رن على زياد خليه يجي يكمل مكان عشان لسه يكمل مكاني. ايه خلاص احنا خلصنا. طيب. يكمل مكاني بعد ايه؟ طيب رن على اخويا زياد يجيب بقى باقي الحاجه ويجي لنا على البيت. مش قلتي مش هتكملي؟ خلاص خلصنا يعني؟ انا دلوقتي مش قادره. انا يا دوب مش قادره اكمل باقي الحاجه. رن على زياد. وبعدين؟ هو يجي يكمل. لا ما حدش هيسوق العربيه. قول له بقى الحاجه اللي انا عاوزاها ويجيبها ويجي لنا على البيت. ماشي. زياد الو. ايه يا زياد؟ انا اسف. كنا عند الدكتور وهنروح، وكنت بس لو مش هتقل عليك هطلب منك كذا حاجه كده تجيبها لي على البيت بعد اذنك، يعني لو مش هضايقك. خلاص تمام. هبعت لك مسج بالحاجه دلوقتي وتعالى على البيت. اديني زياد. ماشي. اديني زياد ما تقفليش معاه. اتفضل. تليفون غلط. ماسك التليفون غلط. ايه يا زياد؟ علي صوتك شويه يا حبيبي عشان صوتك بعيد. الو. قال له صوتك. انا اسف. معلش يا حبيبي انا عارف ان احنا متقلين عليك ومتشكر قوي جدا. ماشي يا زياد هستناك تجيب لنا الحاجه. يا حبيبي رحنا عند الدكتور وهو قال ان شاء الله يعني هيكون في عمليه قريب ان شاء الله وهبقى زي الفل. ادعي لي بس والنبي يا زياد. هستناك في البيت يا حبيبي. مع السلامه. خلاص كلمت اخوك. فين كده؟
كده ماشي صح؟ ايه ده؟ اسيا؟ نعم. انا سامع صوت خروشه في الشقه. دنا يا حبيبي. دنا. بتعملي ايه؟ كنت بشرب بيبسي. طب بقول لك ايه؟ قوم اعملي له كوبايه شاي. حاضر. هو انت هتفضل قاعد هنا كتير؟ يعني اروح فين يعني؟ روح لاخوك. وانت واقفه قدامي؟ انا قاعده. امال ايه اللي خبط في رجلي؟ ده انا مديده رجلي اهو اهو. انت بتلعبي وانا تعبان. اعملي لي كوبايه شاي بعد اذنك. حاضر ماشي. هتقوم تروح لاخوك يا ابني؟ طب اشرب الشاي. تشربوا ايه؟ انت مش عايزه تعملي لي حاجه بس. يا ماشي انا ماشي. يلا تعالى معانا. لا سيبيني انا حافظ الشقه حته حته والعماره حته حته وشقه شقه. عادي. سيبيني. براحتك. خشي انت بقى شوفي انت هتنامي ولا تعبانه ولا هتعملي ايه؟ هجيب لك حاجه وانا طالع؟ تعرف تجيب لي يعني؟ عايزه ايه بس؟ تحت شويه. عايزه ايه؟ عايزه سلامتك. استفاد بارد جدا. شوف انت مستعملها ازاي يا ابني. ما اخوك ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا بقيت بشوف الف حمد وشكر لك يا رب. هو كده اعمى ما يفرقش حاجه عن الميت. فاكر يا اسطى لما كنا متفقين ان احنا هنتجوز لو نقابل بعض قصة حب؟ قدر ان هبدا معرفش عملت ايه بنيتي عشان اتجوز. انت مستحمله ازاي؟ هو مش مخليني نفسي في حاجه وكل حاجه بيجيبها لي بس انا ما بحبوش. اخ انا قتل منه مش عارفه اعمل ايه يا اسطى. انا شيل شام بس طول ما انا جنبك اصلا ان شاء الله باذن الله هخليك اسعد واحده. خلاص هتطلق مني؟ اكتر حاجه مزعلاني النضاره اللي اتكسرت دي. النضاره دي غاليه. دلوقتي بقى اعمل فيها مقلب بقى وافرحها ان انا فتحت. مش حاجه تنشرب انا في البيت خالص. ايه ده؟ انا سامع صوت بره. مصطفى بتهزري؟ ده اصلا انا كنت جاي عشان نسيت ال المحفظه بتاعتي. طب ثواني اللي في بالي. جبت المحفظه؟ هو في حد قاعد معاك هنا ولا ايه؟ لا مفيش حد. متأكدة؟ متأكدة. بقول لك اخوك مستنيك فوق عايزك تطلع تاخد منه الفلوس. يلا تعالى نطلعه. انت يطلع منك كل ده؟ ايه ده؟ هو انت بتشوف؟ انت بتشوف؟ نشوف ايه يا كلب يا حيوان؟ يا زبالة. هفهمك.
ما لقيتيش غير اقرب واحد ليا؟ انا فهمت. ما لقيتيش غير اقرب واحد ليا؟ انا ما استاجه بقيت جنبها، انا كنت جاي عشان اشوفك. انا كنت جاي عشان اشوفك والله. جاي عشان تشوفني. والله كنت جاي عشان انت فكرك ان انا ما شفتش كل حاجة؟ انا ما عملتش حاجة، انا كنت جاي عشان اشوف. اسمع بس، انت اخويا. اطلع بره البيت. هقول لك بس ده لو مش اخويا كنت قتلت. هقول لك هي اللي جابتني، هي اللي قالت لي تعالى بره. اسالها والله، هي اللي قالت لي تعالى. هي اللي قالت لي مصطفى. تعالى يا خاينة بره يا زبالة. وبكده نكون وصلنا لنهاية أحداث الجزء الأول من الفيلم. لو عايزين أجزاء تانية من الفيلم ده اعملوا لايك، لأن بجد اللايك بيفرق معانا. عايزين نرجع التفاعل أحسن من الأول. أنا بطلب الطلب ده من كل إخواتي وحبايبي فضلا وليس أمرا. ونزلنا مقلب على القناة التانية، ياريت تشتركوا فيها وتتفرجوا على المقلب، موجود دلوقتي في شاشة النهاية. أشوفكم على خير في فكرة جديدة إن شاء الله.